السلام عليكم. بهذا الفيديو ان شاء الله ننقل كلام الشيخ الوهاب سعد، وهو يقول بكل ثقة: من لديه سؤال فليسأل. ايها الشيعة، من لديه سؤال فليسأل. اريد ان اجيب على اسئلة المستبصرة ام هاني جميعها، او اي شخص من المخالفين الشيعة لي يسأل سؤاله وانا ساجيبه. السيد ميثم الموسوي انبرى بكل ثقة لتوجيه سؤال في صلب الموضوع. نذكر انه بداية الاتصال تبدأ من هذه الدقيقة، فاذا انت شخص ما تريد هذه المقدمة تخطاها بكل اختصار وبكل سهولة. اما الان فحياكم الله. حياكم الله من جديد. مثل ما قلت انه سعد تحدى الشيعة، تحدى الاخت المستبصرة ام هاني، قام السيد ميثم الموسوي بتوجيه سؤال جدا جدا مهم بخصوص حديث الغدير. لكن انوه، تصوروا انه اخر 10 فيديوهات من قناتي هي فقط لحلقة واحدة من البث المباشر للسؤال بريء، فتصوروا كمية الفيديوهات المهمة في البث المباشر اللي للأسف الشديد لا استطيع تغطيتها جميعا. لذلك الأخوة والأخوات أدعوكم حقيقة الترويج لهذه القناة والترويج إلى هذه الردود من خلال قنواتكم، من خلال حتى إذا عندك بيج على الفيسبوك حاول أن تروج هذه الردود، ردود جدا كثيرة وردود يجب أن تروج ويجب أن ترى النور حقيقة. سيد ميثم الموسوي ذكر رواية من صحيح البخاري أن رسول محمد صلى الله عليه وآله وعن أبي هريرة يقول ما معناه أنه الشخص إذا كان عليه دين فليأتيني فأنا مولاه. السيد ميثم الموسوي بالتأكيد يريد أن يربط هذا الموضوع بموضوع حديث الغدير، ويريد أن يبين ما معنى الموالاة للجميع. الشيخ الوهاب سعد يقول أنه كلمة مولاه تأتي بخمسين معنى، لذلك يجب أن تفهم من السياق. وهذا هو قصد السيد ميثم الموسوي عندما استقطع هذه الرواية من سياقها، يريد أن يبين ما هو معنى الموالاة. الشيخ سعد يجيب يجب أن تجعل هذه الكلمة في سياقها وبعدها يتبين المعنى الحقيقي. نترككم إن شاء الله مع تمام الاتصال ونرجع بالتعقيب. حي الله الشيخ. اسمع عليك الله، أنا مستعد للسؤال خاصة أمهاني، والدي بتداخل وتسأل أي سؤال أمهاني أنا موجود، تفضل أو أي حيوي أحد من المخالفين، أنا مستعد أجاوب. سيد ميثم رادي يسألك سؤال. سيد ميثم عندك سؤال للشيخ سعد الشريف؟ نعم حجين، عندي سؤال. وأنا كمان عندي سؤال بس خلص سيد ميثم. نعم، في كتاب صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري يا شيخ سعد، أرجو أن تنتبه لي وانتبهوا للمشاهدين الكرام. شوف شيخ سعد، في كتاب صحيح البخاري هذه رواية أنا راح أتعمد أقتطعها من سياقها، أريد أن تشرح للمشاهدين معنا الكرام. هذا في باب من استعاذ من الدين. طيب هذا برقم 2398. حدثنا يقول عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإلى أن يقول من ترك دينا أو ضياعا فليأتيني، من ترك دينا أو ضياعا فليأتيني فأنا مولاه. شنو معنى هذه الرواية؟ فقط هذه الجملة شنو معناها؟ من ترك دينا أو ضياعا فليأتيني فأنا مولاه، هل معناها فليأتيني فأنا محبه أو ناصره أم لها معنى آخر؟ تفضل شيخ سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة حديث يقول إيش؟ من ترك دينا علي، من ترك دينا فليأتيني فأنا مولا، يعني اللي على يدين غريمة يأتيني فأنا مولا. شنو معنى فأنا إيش؟ مولا. أحسنت، مولا هذه لها أكثر من 50 معنى. لا أنا أريد في الحديث، هذا شنو معناها؟ الإيوة في الحديث أرجع إلى الشرح الحديث فتجد أن مولى هنا لا ليس ما في مشكلة،
لا انا اريدك فقط بالجمله هاي، فقط هذه الجمله، فليأتيني فانا مولاه. نقدر نعرف، نقدر بس لحظه نقدر نعرف معنى فليأتيني فانا مولاه من دون ان نرجع الى ما قبلها من جمله؟ نقدر؟ لا طبعا، السياق يحدد. طيب طيب، لماذا في قضيه الغدير تأتون فقط إلى لفظ من كنت مولاه فعلي مولاه دون الرجوع إلى ما قبلها حتى تفهموا معنى الكلمة؟ أليس بداية الجملة صدر الكلام يدل على ما بعده كما في هذا الحديث؟ ما 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 ما, ما هو صدر الكلام؟ أحسنت، ما هو صدر الكلام؟ إني بشر وإني رسول ربي، ها، وإني يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وآله: ألست تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: اللهم بلى. قال: فمن كنت مولاه، لاحظ عطف على الجملة السابقة، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. طيب، نستطيع أن نعرف معنى مولاه دون الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله؟ إذا قلت نعم نستطيع، إذن يجب عليك أن تفسر لي حديث البخاري هذا دون الرجوع إلى ما قبله، وإذا قلت لا يجب الرجوع إلى ما قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كنت مولاه، لنعرف من خلال تلك القرآن السابقة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المطلوب، انتهى كل شيء. شنو رأيك بهذا الكلام؟ أولا، كلمة أولى هنا، كلمة أولى هنا ليست بمعنى الموالاة. لست أولى أي أجدر، أولى هنا بمعنى أجدر وليس بمعنى الموالاة. لست أولى، ماذا أولى؟ ماذا معنى، ما هو معنى أولى هنا؟ ما هو معنى أولى؟ أجدر وأحق بما أمركم به وأنهاكم عنه، فكل ما أمركم به أحسن عنه فأنا أجدر. هو هذا اللي يقوله، فما دمتم تؤمنون بأنني أولى فاستمعوا إلي، فوالوا عليا مثلما توالونني وتنصرونني على هذا الدين، والوا واسمعوا لكلامي، والوا عليا وناصروه على هذا الدين وأحبوه، ولا اللهم والهم ولا هو هذا اللي يقوله كما توالوني. أنت قلتها يا شيخ، يا شيخ كما، لحظة ألم تقول كما توالوني والوا عليا؟ إذا هذا هو المطلوب، كما نوالي النبي، كيف هي موالاتك؟ لحظة، ما هي شيخ سعد، ما هي موالاتك لرسول الله؟ أنت توالي رسول الله، ما هي موالاتك لرسول الله؟ سيدنا خليك كمل، الشيخ سعد، بالله خلينا نشوف دوره. تفضل. اريد ان يتكلم الوحي كما قال الاخ قبل قليل، يقول احنا نتكلم دقيقه والكلام. انا ساكت. ما معنى موالاتك لرسول الله؟ تفضل. خلص، معنى موالاتي لرسول الله أي محبته ونصرته على هذا الدين، فأنا أوالي رسوله أو أنصره وأوالي على هذا الدين، على دين الإسلام وعلى مباني الإسلام، فأنا أنصر. قال النبي: وعادي من عا، اللهم والي من والاه. ما معنى والي؟ يعني اللهم اخلف خليفته. ايش معنى اللهم والي من والاه؟ يعني اللهم خالف خليفته وخلف خليفته، يعني أنصر، اللهم أنصر من نصره. وعادي الله موالي من والاه، من أحبه، وعادي من عدا، الموالاة ضد العداوة. لذلك قال بريدة: كنت أبغض عليا، فقال: لا تبغضه من كنت مولاه. فمناسبة الحديث تدل على المحبة والنصرة لا على الخلاف. طيب شيخ سعد، لحظة، سيد خلينا نكمل حجي طرحة رحمة الله عليك. الموالاة ضد العداوة، أخذتها من قرينة الضد، أنا أسلم لك أمام المشاهدين. أخواني، شيخ سعد استدل بقرينة الضد على أن الموالاة هي ضد العداوة بدليل قوله: وعادي من عادا. طيب، القرآن بيني وبينك، تقبل؟ القرآن يحكم بيني وبينك في قرينة الضد للعداوة، تقبل؟ أجيب، تقبل بالقرآن حكما بيني وبينك أم لا؟
تقبل بالقرآن حكما بيني وبينك أم لا حتى أعطيك الدليل؟ تقبل بالقرآن حاكم بدليل لا يشوبه الشك، دليل قطعي تقبل؟ عليش عليش عليش، على قرينة الضد للعداوة تقبل؟ من قول الله تبارك وتعالى بدليل قطعي لا يشوبه شك تقبل؟ يعني أن الموالاة المحبة الموالاة مع المحبة. أعمل بنصيحة حق جوعك، ما من أسئلة تروح لغير. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فاستسمع انتبه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه، عدوه قرينة الضد لها التشيع شيعته. إذن بناء على دليلك النبي أمرنا بالتشيع لعلي بن أبي طالب، لأن معنى الموالاة التشيع الاتباع والطاعة بدليل قرينة الضد، دليل وعادي من عادة، فدليل قرينة الضد من القرآن ماذا؟ استغاثه الذي من شيعته، ضدها ماذا؟ على الذي هو من عدوه. نرجع للحديث ماذا؟ والي من والاه عادي من عادة. ما معنى والي من قرينة الضد العداوة؟ معنى والي تشيع لعلي بن أبي طالب، اتبعه واطعه. السلام عليكم. شيخ سعد تسمعني؟ سمحت الشيخ سعد. طيب الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا أي آية تحبونهم وتولثم ثم لا تحبونهم ولا تتبعونهم. خلاص نفس الكلام، لا تحبون اليهود والنصارى ولا تتبعونهم، هذا معنى. نعم نعم، وضد المولاة هي العداوة، لأن الله تعالى وصفهم بأنهم العدو. الله تعالى وصف اليهود والنصارى أنهم أشد الناس. هو قولنا والقرآن يفسر بعضه بعض. أنت الآن ألزمت نفسك، شكرا لك. اليهود والذين أشركوا. حياكم الله من جديد، ومثل ما استمعنا حقيقة نكرر للمرة المليون أنه وجود السيد مثلا الموسوي هو نعمة، ونعمة جدا كبيرة. تصوروا كيف ألزم سعد بقاعدة قرآنية بعد ما حاول الشيخ الوهاب سعد أن يرد بالقرآن بعد ما قام السيد ميثم الموسوي بتبيان أنه سياق حديث الغدير لا يعني إلا أن الخلافة إلى الإمام علي عليه السلام. حاول سعد مثل ما قلت بمحاولات يائسة، محاولات فاشلة، أن يبين أنه معنى الموالاة هي معنى النصرة محبة، ولكن ومثل ما استمعنا أنه سعد احترف ضمنيا أنه معنى الولاية أنه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، أكون ناصر له رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، أكون محب له رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وبمعاني جدا كثيرة استمعناها من الشيخ الوهابي سعد. لذلك نقول ونكرر أن حديث الرسول محمد صلى الله عليه وآله في حديث الغدير هو حديث واضح وصريح ومباشر. الإمام علي عليه السلام هو أولى الناس بعدي، أي هو خليفتكم من بعدي. ونعيد هذه الجملة، نقول إذا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يقول مجرد محبة ونصرة إلى الإمام علي عليه السلام ويريد أن يؤكد، فهذا يلزمكم أن الصحابة كانوا لا يحبون الإمام علي عليه السلام وكانوا يبغضون الإمام علي عليه السلام. ما هنا نقع في طامة أخرى، وأيضا الموقف الذي كان فيه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله حر شديد في صحراء، ومع ذلك يقول أنه الإمام علي عليه السلام حبوه وانصروه، هل هذا معقول؟ نترك بالتأكيد السؤال لأهل العقول، نرجع إن شاء الله بفيديوهات أخرى وقادمة لهذا البرنامج القيم سؤال بريء، وفي أمان الله.